السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي التلاميذ. إذا تتمت الامتحان من واحد المحلي اللي كنا شفناه في فيديو سابق الجزء الأول، غادي نشوفوا الجزء الثاني. الامتحان اللي قمنا كاين باللغة الفرنسية والعربية، كنا وصلنا للتمرين رقم 3. السؤال الأول: كومباري لي نومبر غيال سويفون 3 غاسين دو 2 اي غاسين دو 17، يعني قارن العددين جذر 17 و 3 جذر 2. المقارنة شنو كنستعملو؟ مقارنة العددين غادي نرفعو الأس. إكزارسيس 3، غادي نستعملو نرفعو الأس، يعني 3 جذر 2 أس 2. شنو كتساوي هي 3 أس 2 في جذر 2 أس 2؟ 3 أس 2 هي 9، جذر 2 أس 2 هي 2، غادي تعطينا هي 18. جذر 17 أس 2 غادي يساوي لنا هو 17. إذا 18 أكبر من 17، يعني 3 جذر 2 غادي تكون أكبر من جذر 17. السؤال الثاني: ديدوير لا كومباريزون دو 3 غاسين دو 2 فوا 10 على بويسونس موان 2 غاسين دو 17 فوا 10 على بويسونس موان 2، يعني استنتج مقارنة للعددين الحقيقيين التاليين. باش نستنتج واحد واحد مقارنة بين جوج الأعداد، شنو عندنا في السؤال الأول؟ في السؤال اللي من قبل عندنا 3 جذر 2 كبار من جذر 17، إذا 3 جذر 2 أكبر من جذر 17. فاش خصنا نضربو؟ خصنا نضربو في 10 أس ناقص 2 طرفين ديال هاد المتراجعه. خصنا نشوف واش 10 أس ناقص 2 عدد، واش عدد موجب ولا سالب. كاين اللي غادي يشوف هنا أس ناقص 2 ويقول أنه عدد سالب. 10 أس ناقص 2 ماشي عدد سالب، إلا كان الأس سالب يعني ماشي 10 أس ناقص 2 ماشي سالب. علاش؟ غادي نبينوها. 10 أس ناقص 2 شنو كتساوي؟ قلنا هاد الأس يمكننا نهبطوه للمقام. كان الأس سالب شنو غادي يولي؟ غادي يولي موجب، غتولي لنا 1 على 10 أس 2. 1 على 10 أس 2 واش عدد سالب؟ ماشي عدد سالب، عدد سالب اللي عنده الناقص ماشي الأس ديالو فيه الناقص. يعني هنا غادي نضربو في 10 أس ناقص 2، ما غاديش يتبدل لنا هاد الرمز، يعني غادي تبقى 10 أس ناقص 2 و 10 أس 17 غادي نضربوها في 10 أس ناقص 2، ما يتبدلناش الرمز حيت العدد موجب. إذا شنو كنستنتجو؟ بلي 3 جذر 2 في 10 أس ناقص 2 أكبر من جذر 17 في 10 أس ناقص 2. نشوفو السؤال الموالي 3: سوا أ إي بي دو نومبر غيال تيل كو A compris entre 7 et 11, B compris entre moins 2 et moins 1, encadré A plus B, B au carré et A fois B. يعني A و B عددان حقيقيان، بحيث B محصورة بين ناقص 2 و ناقص 1، A محصورة بين 7 و 11، اعطي تعطير الأعداد التالية: A زائد B و B أس 2 و A مضروب في B. السؤال الثالث: عندنا أ محصورة بين 7 و 11، وعندنا ب محصورة بين ناقص 2 و ناقص 1. إذا شنو كنستنتجو من هنا؟ كنستنتجو بلي أ راه عدد موجب حيت محصور بين عددين موجبين، و ب راه عدد سالب حيت محصور بين عددين سالبين. هنا ما عندناش هاد أو تساوي، نحيدوهم، عندنا قطعًا. إذن أولا غادي نأطرو أ زائد ب، تأطير ديال أ زائد ب. أ زائد ب شنو غادي نديرو؟ غادي نجمعو 7 مع ناقص 2 و 11 زائد ناقص 1. إذن استطعنا هنا هي أ زائد ب، 7 زائد ناقص 2 هي 5، 11 زائد ناقص 1 هي 10. إذن هذا هو التقطير ديال أ
زائد بي. من بعد خصنا التقطير ديال بي أس اثنان، بي أس اثنان عندنا بي محصورة بين، عفوا كل مرة كندير هاد أو تساوي، هي قطعا محصور بين ناقص جوج وناقص واحد. بي واش موجب ولا سالب؟ بي سالب، إذا إلا بغينا نديرو بي أس اثنان خصنا حتى نرجعو بي يكون موجب. باش نرجعو موجب غادي نضربو في ناقص واحد جميع الأطراف ديال هاد المتراجعه. إذا إلا ضربنا في ناقص واحد شنو غادي يوقع لنا؟ غادي يتبدلو، ناقص جوج تولي هنا وناقص واحد غادي تولي هنا، يعني تولي هنايا ناقص واحد ضروبة في ناقص واحد، وناقص جوج ضروبة في ناقص واحد، حيت إلا ضربنا في عدد سالب كيتبدل لنا الموقع ديال هاد العددين ولا نقلبو الرموز اللي بغينا. ناقص واحد في بي هي ناقص بي، ناقص واحد ناقص واحد هي واحد، ناقص جوج ناقص واحد هي جوج. دابا غادي يمكننا نرفعو الأس، إذن درنا هنا أس اثنان، غادي حتى هنا نديرو أس اثنان هنا أس اثنان. إذا ناقص بي أس اثنان شنو غادي تعطينا؟ هي بي أس اثنان، حيت ناقص بي ضروبة في ناقص بي شنو كتساوي؟ ناقص في ناقص هي زائد، و بي في بي هي بي أس اثنان، يعني هي بي أس اثنان. واحد أس اثنان واحد، جوج أس اثنان هي أربعة. إذا هذا هو التقطير ديال بي أس اثنان. من بعد خصنا التقطير ديال أ في بي، أ في بي. باش نأطرو أ في بي شنو خص يكون عندنا؟ خص يكون عندنا أ موجب و بي موجب، ميمكنناش نضربو عدد موجب في عدد التقطير ديال عدد سالب. إذا أ موجب عندنا حتى شي مشكل، أ محصور بين سبعة و حداش، ولكن بي واش موجب؟ لا، بي ماشي موجب، سالب محصور بين ناقص جوج وناقص واحد. باش نرجعوه موجب خصنا نضربو في الناقص، احنا ضربنا من قبل رجعناه موجب، اذا بي ضربناه في ناقص واحد ولاتنا هي ناقص بي محصورة بين واحد وجوج، ناقص بي محصورة بين واحد وجوج. دابا عادي يمكن لي نضرب أ في بي، بي ولات موجبة حيت محصورة بين عددين موجبين، إذا أ مضروبة في ناقص بي جينا محصورة بين سبعة في واحد وحداش في جوج. أ مضروب في ناقص بي هي ناقص أ بي، سبعة في واحد سبعة وحداش في جوج اثنين وعشرين. واش أطرنا أ في بي؟ لا، عندنا ناقص أ في بي، إذا باش نحصلو على أ بي غادي نضربو في ناقص واحد، جينا ناقص واحد ضروبة في ناقص أ بي. إذا ضربنا في عدد سالب هادو غادي يتبدلو، غادي تولي لنا هنا ناقص واحد مضروبة في اثنين وعشرين، وهنا ناقص واحد مضروبة في سبعة. إذا ناقص واحد في ناقص أ بي هي أ بي، ناقص واحد في اثنين وعشرين هي ناقص اثنين وعشرين، ناقص واحد في سبعة هي ناقص سبعة. إذا هذا هو التقطير ديال أ بي. نمرو للتمرين الموالي، هو التمرين رقم أربعة. التمرين رقم أربعة، أ بي سي إت أن تخيونغل تال كو أ سي إيكالا تخوا أ بي إيكالا غاسين دو سانك بي سي إيكالا دو فواغ فيغور أن أو دوسو، يعني انظر الشكل اللي في الأسفل، الشكل رقم واحد. إذا هذا هو الشكل أ بي سي مثلث. عندنا أ بي شحال كتساوي؟ هي جذر خمسة. عندنا أ سي هي ثلاثة، هي ثلاثة أ سي. وعندنا بي سي هي جوج، بي سي هي جوج. إذا نفس السؤال هنا كاين في الامتحان بالعربية، أ بي سي مثلث بحيث أ بي جذر خمسة، أ سي ثلاثة، بي سي جوج، انظر الشكل واحد. إذا المطلوب منا هو بين أن أ بي سي قائم الزاوية في بي، يعني مونتخي كو أ بي سي إتان تخيونغل ريكتانغل أون بي. هنا شنو غادي نستعملو؟ غادي نستعملو مبرهنات
فيثاغورس العكسيه هي اللي كنستعملوها باش كنبينو على ان المثلث قائم الزاويه. اكزرسيس 4. اذا شنو كنديرو في مباراه فيثاغورس العكسيه؟ كنحسبوا الوتر اس اثنان بوحدو. الوتر هو اسي اسي اس اثنان غادي تعطينا هي 3 اس اثنان كتساوي هي 9. نحسبوا ا بي اس اثنان زائد بي سي اس اثنان. ا بي اس اثنان زائد بي سي اس اثنان. ا بي هي جذر 5، يعني ا بي اس اثنان هي جذر 5 اس اثنان، زائد بي سي اس اثنان هي 2، بي سي اس اثنان 2 اس اثنان. شنو غادي تساوي لي هادي؟ جذر 5 اس اثنان هي 5، 2 اس اثنان هي 4، اذا تساوي 9. شنو كنستنتجو بلي؟ ا سي اس اثنان كتساوي 9 و ا بي اس اثنان زائد بي سي اس اثنان كتساوي 9. دونك ا سي او كاري ايكال ا بي او كاري بلس بي سي او كاري. هنا شنو غادي نقولو؟ حسب مباراة فيثاغورس العكسية فإن ا بي سي مثلث قائم الزاوية في بي دابخي لو تيوغيم دو بيتا غور ريسيبروك A B C triangle rectangle en P. هذا السؤال الأول. سؤال ثاني، calculer cos BCA triangle et tangente BCA puis déduire sinus de BAC et tangente de BAC. يعني هنا زاوية هي هادي CC زاوية AA. غادي نحسبو الكوسينوس والسينوس ديال هاد الزوايا. ثانيا إذا نبداو الكوسينوس ديال BCA. شنو كيساوي الكوسينوس ديال بي سي ا؟ يعني الزاوية سي هو الدرع المحادي على الوتر. الدرع المحادي هو سي بي على الوتر اللي هو سي ا. سي بي هو جوج و سي ا هي 3. نمشيو نحسبو عاوتاني الطونجونت. الطونجونت ديال بي سي ا شنو كيساوي؟ هو الدرع المقابل على الدرع المحادي. الدرع المقابل للسي هو هذا، يعني بي ا على الدرع المحادي اللي هو بي سي. بي ا جذر 5 و بي سي هي 2. من بعد puis déduire sinus de BAC et tangente de BAC. يعني خصنا نستنتجو السينوس ديال بي ا سي و طونجون بي ا سي. اذا الزاويه ا مع الزاويه سي شنو كيكونوا؟ كيتسموا زاويتان متتامتان، يعني المجموع ديالهم غادي يعطينا هو 90 درجه. هذا شنو كيعني؟ بلي الكوسينوس ديال هاد الزاويه كيساوي هو السينوس ديال هاد الزاويه، والطونجون ديال هاد الزاويه كيساوي واحد للطونجون ديال هاد الزاويه. شنو غادي نستنتجو هنا؟ بلي دونك سينوس ديال بي ا سي غادي يساوي هو شحال؟ هو الكوسينوس ديال بي سي ا، غادي يساوي هو 2 على 3. اي طونجونت ديال بي سي ا شنو كيساوي؟ 1 على طونجونت ديال اش؟ ديال الزاويه، عفوا طونجونت ديال بي ا سي. هنا كنحسبو بغينا نستنتجو الطونجون ديال بي ا سي، كيساوي واحد على الطونجون ديال بي سي ا.
واحد لا طونجون بي سي ا هو واحد على جذر خمسة على جوج، يعني كيساوي جوج على جذر خمسة. ثالثا السؤال الثالث، سوا اش لا بروجيكسيون اورثوغونال دو بوين بي سور لا دروات ا سي ساشون كو بي اش ايغال دو راسين دو 5 سور 3 كالكولي اش سي. يعني عندنا اش هو المسقط العمودي للنقطة بي على سي ا، وعندنا بي اش كتساوي جوج جذر خمسة على ثلاثة، يعني هادي هي جوج جذر خمسة على ثلاثة. كالكولي اش سي، فين هي اش سي؟ هي هادي. إذا عندنا مثلث قائم بالزاوية نف اش، إذا كان اش هو المسقط العمودي بي على اش سي يعني راه هنا كاين زاوية قائمة. إذا المثلث بي سي اش راه مثلث قائم الزاوية في اش، يمكننا نحسبو اش سي حسب مبرهنة فيثاغورس العكسية. ثالثا قلنا ولا نقولو بالعربية لدينا بي اش سي مثلث قائم الزاوية في اش، إذا حسب مبرهنة فيثاغورس العكسية شنو غادي يكون عندنا؟ بي سي أوسي 2 زائد سي اش أوسي 2، عفوا بي سي أوسي 2 كيساوي هو اش سي أوسي 2 زائد اش بي أوس 2. قلنا بي اش سي تريانجل ريكتانجل اون اش، يعني قائم الزاوية في اش. دونك سولون لو théorème de Pythagore direct. شنو غادي يكون عندنا؟ بي سي أوسي 2 كتساوي يا بي اش أوسي 2 زائد اش سي أوسي 2. بي سي عندنا هي جوج أوس 2، بي اش هي جوج شطر خمسة على ثلاثة أوس 2، و اش سي هي اللي كنقلبو عليها. جوج أوس 2 هي أربعة، هنا إلا دخلنا الأس جوج أس جوج هي أربعة، و جذر خمسة أس جوج هي خمسة، يعني نضربو بخمسة، و ثلاثة أس 2 هي تسعود زائد اش سي أس 2. إذا نرجعو هذه هنا، خصنا هي أربعة ناقص أربعة في خمسة عشرين على تسعود تساوينا اش سي أس 2. نحضر المقامات، تسعود في أربعة هي ستة و ثلاثين على تسعود ناقص عشرين على تسعود تساوي اش سي أس 2. إذا ستة و ثلاثين ناقص عشرين هي أربعة على تسعود اش سي أس 2. إلا بغينا اش سي غادي ندخلو الجذر، حتى هنا ندخلو الجذر اش سي أس 2 تعطينا هي اش سي، جذر أربعة هي جوج، وجذر تسعود هي ثلاثة. إذا شنو لقينا؟ بلي اش سي كتساوي جوج على ثلاثة. من بعد سوا بي لا ميزور دان أونغل أيغو تيل كو سينوس دو بيتا إيغال راسين دو 5 سور 3 كالكولي كوسينوس دو بيتا إي ديدوير طونجون دو ديدوير كو طونجون دو بيتا إيغال راسين دو 5 سور 2. يعني هذا هو السؤال، لتكن بيتا قياس زاوية حادة بحيث جذر خمسة على ثلاثة كتساوي السينوس ديال بيتا، احسب كوسينوس دو بيتا ثم استنتج طونجون بلي طونجون دو بيتا كيساوي جذر خمسة على جوج. فايتنا شفنا بحال التمارين هادو. أربعة عندنا في المعطيات بلي كوسين سينوس ديال بيتا كيساوي هو جذر خمسة على ثلاثة. إذا لا بغيت نحسب الكوسينوس غادي نعتمد على هاد القاعدة، كوس أوس 2 إكس زائد سينوس أوس 2 إكس كتساوي واحد، يعني
سينوس أوس إتنان د بيتا زائد كوسينوس أوس إتنان د بيتا كيساوي واحد. سينوس أوس إتنان د بيتا عندنا هي جذر خمسة على ثلاثة أوس إتنان زائد كوسينوس أوس إتنان د بيتا كتساوي واحد. نرجع هادي هنا تبقى لي الكوسينوس أوس إتنان ديال بيتا كتساوي واحد ناقص جذر خمسة أوس إتنان هي خمسة وثلاثة أوس إتنان هي تسعود. يعني الكوسينوس أوس إتنان ديال بيتا يساوي هي واحد المقامات تسعود ناقص خمسة على تسعود تساوي أربعة على تسعود. إذن ندخلو الجذر هنا وهنا باش نحيدو هاد الأس. يعني جذر كوس أوس إتنان ديال بيتا غادي يساوي لنا هو جذر أربعة على تسعود. الأس هنا غادي يمشي مع الجذر غادي تبقى لنا الكوسينوس ديال بيتا كيساوي جذر أربعة على جذر تسعود هي جوج على ثلاثة حيت جذر أربعة هي جوج وجذر تسعود هي ثلاثة. من بعد قالوا لنا استنتج بلي الطونجون بيتا كيساوي جذر خمسة على جوج. حنا شنو كنعرفو الطونجون؟ الطونجون كيساوي السينوس على الكوسينوس. يعني الطونجون بيتا هو السينوس ديال بيتا على الكوسينوس ديال بيتا. السينوس ديال بيتا عندنا هو جذر خمسة على ثلاثة والكوسينوس ديال بيتا حسبناه هو جوج على ثلاثة. شنو غادي تختاز لنا ثلاثة مع ثلاثة ولكن بطريقة أخرى نفسروها أكثر. خاصني جذر خمسة على ثلاثة مضروبة في المقلوب ديال جوج على ثلاثة. يعني المقلوب ديال جوج على ثلاثة هو ثلاثة على جوج. تمشي لنا ثلاثة مع ثلاثة شنو غتبقى لنا؟ جذر خمسة على جوج. طونجون دو بيتا كتساوي جذر خمسة على جوج وديك الشي اللي طلبوا منا هما. من بعد مونطخي كو كوسينوس أوس ربعة ديال بيتا ناقص سينوس أوس ربعة ديال بيتا على واحد ناقص جوج سينوس أوس إتنان بيتا كيساوي واحد. يعني خصنا نبينو هاد المعادلة. في العملية غادي خصنا شوية ديال التركيز. خامسا عندنا كوس أس ربعة ديال بيتا ناقص سينوس أس ربعة ديال بيتا على واحد ناقص جوج سينوس أس إتنان ديال بيتا. خصنا تخرج لنا كتساوي واحد. إذا شنو غادي ندير؟ هادي شنو كتساوي للكوس أس ربعة ديال بيتا؟ راه هي الكوسينوس أس إتنان ديال بيتا والكل أس إتنان ناقص سينوس أس ربعة ديال بيتا هي سينوس أس إتنان ديال بيتا والكل أس إتنان. قسم واحد ناقص جوج سينوس أس إتنان ديال بيتا هادي غادي نفكوها. هادي شنو غتعطينا؟ أ أس إتنان ناقص بي أس إتنان. أ هي الكوس ديال أس إتنان بيتا و بي هي سينوس أس إتنان بيتا. المتطابقة الهامة الثالثة هي أ ناقص بي عامل أ زائد بي. يعني الكوس أس إتنان ديال بيتا ناقص سينوس أس إتنان ديال بيتا عامل الكوس أس إتنان ديال بيتا زائد سينوس أس إتنان ديال بيتا. هادي حنا عملناها في المقام. شنو غادي تولي لنا؟ هي واحد ناقص جوج سينوس أس إتنان ديال بيتا هي غنفكوها على جوج هي تولي لنا ناقص سينوس أس إتنان ديال بيتا ناقص سينوس أس إتنان ديال بيتا. إلا جمعنا ناقص سينوس أس إتنان بيتا مع ناقص سينوس أس إتنان بيتا تعطينا هي ناقص جوج سينوس أس إتنان ديال بيتا. إذا من بعد شنو غادي نديرو؟ عندنا كوس أس إتنان بيتا زائد سينوس أس إتنان بيتا هادي راها كتساوي واحد صافي. إذا غتبقى لي الفوق شنو؟ واحد نضرب في هادي غادي تبقى لي هادي بوحدة. كوس أس إتنان بيتا ناقص سينوس أس إتنان ديال بيتا مقسوم هادي واحد ناقص سينوس أس إتنان بيتا راه هي الكوسينوس أس إتنان بيتا. غادي نجبدوها من العلاقة. هادي قاعدة عندنا
زائد سينوس اوس اثنان ديال بيتا كيساوي هو واحد. حنا شنو خصنا؟ واحد ناقص سينوس اوس اثنان بيتا، يعني واحد. الى رجعنا هادي هنا غادي تولي هي ناقص سينوس اوس اثنان بيتا، يعني غتبقى لي الكوس اوس اثنان بيتا كيساوي هو واحد ناقص سينوس اوس اثنان ديال بيتا، يعني واحد ناقص سينوس اوس اثنان بيتا نعوضو بهادي، واحد ناقص كوس سينوس اوس اثنان بيتا نعوضو بكوسينوس ديال بيتا. كوسينوس اوس اثنان بيتا ناقص سينوس اوس اثنان ديال بيتا. وشنو كنشوفو هنا؟ بلي عندنا كوسينوس اوس اثنان بيتا ناقص سينوس اوس اثنان بيتا على كوسينوس اوس اثنان بيتا ناقص سينوس اوس اثنان بيتا كتساوي هي واحد. غادي نختار هادو تبقى لنا كتساوي واحد، وهداك الشيء اللي كانوا طالبين هما منا في التمرين.